في بقية أخبار السياسة، قررت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس تأجيل محاكمة السعد القذافي نجل المعمر القذافي إلى 6 من كانون 1 ديسمبر المقبل بعد جلسة جديدة اليوم استمرت لدقائق. ويحاكم السعدي بتهمة القتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة عام 2011. وكانت محكمة في طرابلس حكمت في تموز يوليو على سيف الإسلام النجل الآخر لمعمر القذافي ومسؤولين في النظام السابق بالإعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين آخرين بالسجن.